مساء الخير مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط، والبداية كالعادة بالعناوين البارزة. البرلمان بمجلسي يفتتح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية. خلال الافتتاح إعادة انتخاب رشيد طلب العالمي رئيسا للمجلس لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية، دورة برهانات متعددة تعزز الدور التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية. موجة حر مصحوبة برياح قوية تشهدها عدد من مناطق المملكة، الشواطئ كما الفضاءات الخضراء ملاذات طبيعية للهروب من حرارة غير موسمية. خليج الدخلة سحر الطبيعة الذي لا يقاوم بلؤلؤة الجنوب، يستقطب سنويا الآلاف من عشاق الرياضات البحرية بأنواعها الراغبين في استكشاف والاستمتاع بجمال الصحراء والبحر. أهلا بكم من جديد. افتتح البرلمان بغرفتيه الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية. مجلس النواب استهل هذه الدورة بإعادة انتخاب رشيد طلب العالمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية بعد حصوله على 264 صوتا. عملية الانتخاب جرت تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. عمة أمس مير وسامير بركة. رشيد الطالب العالمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وبلغ مجموع الأصوات المعبر عنها 324 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37. وفي كلمته بالمناسبة دعا رشيد الطالب العالمي بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب إلى مواصلة العمل خدمة للوطن ولتطلعاته تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود المغرب بحكمة والتبصر إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وأود أن أعيد تأكيد نفس القناعة التي جسدتها دوما، وهي أنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته معارضة وأغلبية، وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتديه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام. تحديات عدة تبرز أمام النصف الثاني من الولاية التشريعية 11، وأجندة تشريعية مهمة تتطلب التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات، لعل أهمها مدونة الأسرة وغيرها من مشاريع القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. الدور الخليفية دورة مهمة سواء من الجانب ديال التقييم ديال السيادة العمومية، غادي يجي عندنا رئيس الحكومة النهار الاربعاء باش ندي تقييم حصيله ديال سنتين ونصف نصف ولايه، وهي مناسبه سياسيه كبيره جدا اللي كي نقع حنا كاغلبيه باش نبينوا مدى التزام الحكومه لتعهداتها اللي كانت دارتها فيما يخص الصرح الحكومي. احنا لازلنا ننتظر اولا الحصيله ديال هذا نصف الولايه، غادي يقدمها السيد رئيس الحكومه في الايام المقبله، كننتظروا يعني التقييم ديالنا من بعد فاش تقدم الحصيله، غادي يكون يعني عندنا واحد الراي اللي اليوم حنا مقتنعين بان اليوم بزاف ديال كاين امور اللي هي ايجابيه ما نكروهاش، مثلا تفعيل ديال هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه ديال الدعم الاجتماعي، ولكن فيه مشاكل. يشار الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ان ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفتره النيابيه، ثم في سنتها الثالثه عند دوره ابريل لما تبقى من الفتره النيابيه تطبيقا لاحكام الفصل 62 من الدستور. افتتح مجلس النواب اليوم إذن دورته الثانية من السنة الثالثة لولاية التشريعية 11، في ظل استحقاقات رقابية وتشريعية عنوانها الأبرز تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وإخراج نصوص تشريعية على قدر كبير من الأهمية إلى حيز الوجود، دورة برهانات متعددة. من مقر مجلس النواب رشيد كنوعة منتزي.
أجندة رقابية وتشريعية حافلة تنتظر الدورة الربيعية لمجلس النواب، إذ تكتنفها رهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة، وهو ما يستدعي من مكوناتها توظيف كافة الآليات المتاحة بهدف إخراج نصوص قانونية متسقة وطبيعة المرحلة الراهنة. المنتظر في هذا الدخول هذا نصوص تشريعية مهمة يتعلق بالنص التشريعي بالقانون الجنائي، بالمسطرة المدنية، باستكمال المشاريع النصوص التنظيمية المنظومة الصحية وورش التربية والتكوين والقطاعات ذات البعد الاستراتيجي. الرهان المطروح على بالنسبة لمدونة الأسرة أو لا واحد القوانين القانون التنظيمي للإضراب، وكاين واحد مجموعة من المجالات اللي خص يكون فيهم التشريع، وبالتالي يعني بالنسبة لنا احنا كبرلمان هناك يعني تحديات اللي مطروحة، ولكن الملاحظ أنه المقترحات القوانين اللي كيقترحها البرلمان لا تحظى بالقبول. ويمثل الاستحقاق الرقابي والتقييم الهام المتمثل في تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان يمثل لحظة سياسية ودستورية وفرصة لإطلاع الرأي العام الوطني على المنجز الحكومي ومدى وفاء الحكومة بتعهداتها المتضمنة في برنامجها باعتباره أساسا تعاقديا مع المواطنين. أمامنا كذلك مجموعة من الرهانات اللي هي اقتصادية واجتماعية كتطلب منا أننا نوظف مختلف الوسائل التشريعية والرقابية باش نخرجوا مجموعة من النصوص القانونية في هذه الولاية، بالإضافة إلى تقديم حصيلة مختصرة حول ما قدمته الحكومة خلال نصف هذه الولاية. وكننا متفائلون بأننا الحمد لله سنشتغل بجد للقيام بالعمل ديالنا التشريعي والرقابي. نصف الحصيله احنا في المعارضه كنشوفوا انها حصيله هزيله وما كانش ما كتستجيبش للانتظارات ديال المواطنين والمواطنات. باستثناء هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه كنشوفوا ان الحكومه اخفقت كثيرا، خاصه فيما يتعلق في الجانب الاقتصادي. كنلاحظوا افلاس عدد كبير من المقاولات، تسريح العمال، خلق فرص شغل ما كايناش. تحدي آخر يطرح أمام دورة أبريل، ألا وهو المتعلق بتدبير الزمن البرلماني بما يعزز أداء الوظيفة التي تطلع بها المؤسسة التشريعية. فالأكيد أن التحكم الجيد في الزمن التشريعي مسألة مطلوبة بالنظر إلى أهمية تجويد عدد من النصوص ذات الأولوية. وطبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، تم اليوم في جلسة عمومية افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس، دورة ستحال عليها مشاريع قوانين ترتبط بملفات راهنة، حيث تتطلع الغرفة الثانية للتعاون مع جدول أعمال تشريعي ورقابي غني ومتنوع. نوال قراري، عبد الرحيم فيلو، وجهاد ليبري. تنطلق الدورة الربيعية لمجلس المستشارين في سياق وطني يتسم بدينامية يطبعها نقاش عمومي بنفس اجتماعي، كما تواجهها تحديات ورهانات ترتبط بثقل الأجندة التشريعية التي ينتظر أن تكون جاهزة في متم الدورة. استقبال مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصيغة الاجتماعية، وأعتقد بأنه ستكون مدونة الأسرة من بينها، سيكون قانون الإضراب من بينها، ستكون قوانين اجتماعية أخرى مهمة على مجلس المستشارين تدارسها خلال الدورة الربيعية، وأعتقد بأننا نحن جاهزون لذلك. أوراش مجتمعية كانت محط نقاش معمق من المرتقب أن ترى النور في دورة الربيع. فرق الأغلبية كما المعارضة تجمع على أهمية وراهنية قوانين بعينها لأهميتها الحيوية في تحقيق التوازن المجتمعي وتحقيق العدل والمساواة، كما ينتظر أن تستعرض الحكومة حصيلتها لمنتصف الولاية. كاين إرادة سياسية لإخراج مجموعة من القوانين على مستوى التشريع، ثم هناك أجندة على مستوى الدبلوماسي، وفرصة كذلك للحكومة في هذه الدورة لتقديم الحصيلة، وكذلك نحن كفروق لمناقشتها وتقييم العمل الحكومي. مشاريع وأعمال تنتظر البرلمانيين، منها مدونة الأسرة، ومنها العلاقة الخارجية، ومنها الجانب الرياضي كذلك. ونظرا لطبيعة تركيبته، يتأهب مجلس المستشارين للتعاطي مع الملفات المطروحة عن طريق إعمال قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية، بهدف الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني لتعزيز المكانة التي تحظى بها بلادنا على كافة المستويات.
تثبت في مجموعة ديال المشاريع القوانين الأساسية والتي نعتبرها في الفريق الاشتراكي قوانين مهيكلة، خاصة القوانين المرتبطة بهيكلة المشهد النقابي وقانون الإضراب، وننتظر أيضا إحالة ما تعلق بالتعديلات المفترض إدخالها على مدونة الأسرة. مشروع القانون الجنائي، مشروع مدونة الأسرة، مشروع مدونة السلوك والإخلاقيات، لأن سيدنا الله ينصرو واحد المراسلة الرسالة ديالو الملكية السامية اللي جات للبرلمان خاصو ياخذها بعين الاعتبار وتخرج في أقرب الأجل. بالإضافة لذلك سيستمر مجلس المستشارين في الحفاظ على وتيرة أدائه في مجال الدبلوماسية البرلمانية وفي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. ولمناقشة رهانة دورة أبريل ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء الدكتور عبد اللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أهلا بك أستاذ، ونستهل النقاش بإعادة انتخاب رشيد طلبي العالمي رئيس لمجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. إذا كيف قرأتم أستاذ عملية إعادة انتخاب مرشح الأغلبية لرئاسة الغرفة الأولى؟ اولا الاطار الدستوري المحدد لانتخاب رئيس مجلس النواب هي محدده طبق الفصل 62 من الدستور المغربي الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب في افتتاح الولايه التشريعيه اي في السنه الاولى، ثم يعد انتخابه خلال السنه التشريعيه الثالثه في الولايه في الدوره الربيعيه. وما يمكن قوله بصدع إعادة انتخابه هو منطق، هو منطق التوافق الذي يحكمه إعادة انتخاب يعني رئيس مجلس النواب، توافق بين أغلبية مكونة من حزب استقلال وتجمع الأحرار وحزب أصل المعاصرة، وهي أغلبية مريحة، ولغة الأرقام هي مترجمة ودلالة واضحة على يعني لغة الأرقام 264 صوتي صالح رشيد طلبي العالمي مقابل 23 صوتي صالح المنافس الآخر عن حزب عدالة والتنمية عبد الله بوانو، وكذلك 37 صوت مرغات. وهذه اللغة لغة الأرقام تؤكد الاستمرارية يعني نفس الأغلبية في نفس السير على المستوى الحكومي ونفس التدبير على المستوى التشريعي وخاصة على مستوى مجلس النواب. طيب أستاذ مستكفي، يعني بعد افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، ما هي أبرز ملفات والرهانات المطروحة على جدول أعمال المؤسسة التشريعية؟ أولا لابد من إشارة إلى أن الرهانات المفروضة على البرلمان المغربي هي محكومة بإطار دستوري بطبيعة الحال، محكومة ببرنامج حكومي يجب تلتزم به هذه الحكومة، وكذلك مؤطرة في البداية والأولوية من خلال الخطابات الملكية التي تركز على الجانب الأخلاقي وجانب الحكامة وجانب المردودية. هناك مجموعة من الرهانات، مجموعة من المشاريع القوانين، هناك المنظومة الصحية، المنظومة التعليمية، هناك المنظومة القضائية المرتبطة بمشروع المتعلق بالمسطرة المدنية المتعلق بالقانون الجنائي، هناك كذلك ورش أوراش كبرى متعلقة بالفلاحة متعلقة بالماء، هناك كذلك القانون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي ما زلنا ننتظره، ثم هناك مشاريع أخرى كبرى لها ارتباط يعني بعلاقاتنا المغربية على المستوى الخارجي وبالخاصة على المستوى القضية الوطنية. مسألة أخرى، هناك رهان آخر مرتبط بالزمن، الزمن البرلماني والزمن التشريعي. البرلمان هو مقيد وملزم باحترام الزمن يعني التشريعي. لا ننسى كذلك جانب آخر متعلق بدور المعارضة طبق الأحكام الدستور المادة الفصل العاشر الذي ينص على دور المعارضة ودور أساسي، ومن خلال المراقبة، من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، وكذلك من خلال ما يسمى بتقييم السياسات العمومية. دور المعارضة نؤكد على لماذا؟ لأنه نحن أمام امتحان ديمقراطي، ودور المعارضة أساسي من خلال إفعال آلية ما يسمى بآلية آلية التناوب كأوجه من أوجه الديمقراطية التي تعرفها معظم الأنظمة، والمغرب ليس يعني بمعزل عن الأنظمة التي تصبو إلى تحقيق ديمقراطية في هذا الباب. أشكرك جزيلا دكتور عبد اللطيف مستكفي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء.
ومجلس النواب والمستشارين سيعقدان يوم الأربعاء المقبل جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 5 مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب. في أخبار الطقس، وحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية تتواصل موجة الحر وهبات الرياح القوية إلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. ففي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أوضحت المديرية أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات تتراوح ما بين 38 و 42 درجة، كما توقعت تسجيل هبات رياح قوية تتراوح من 70 إلى 85 كيلومترا بالساعة اليوم وغدا بمناطق متفرقة من بلادنا. موجة حر تخيم إذن على أجواء المملكة وتصادف عطلة عيد الفطر، هي مناسبة للسفر والاستمتاع بتنوع وغنى كل جهات المملكة. البعض أخذ وجهته إلى الشاطئ، آخرون يفضلون الغابة، وبعضهم يكتشفون سحر مدن المملكة. روبورتاج لزينة إتلامين ومحمد جبري. كأن الصيف يطارد ربيعا بالكاد ينجلي، المحرار فقد صوابه في يوم ربيعي كاد يحادي 30 درجة. لا شيء يذهب الصهد عن الأجساد غير ارتماءة في موج شاطئ دياب. جانا الصيف بغينا نخرجوا شوي نشموا الهواء ونتبحروا. كل شيء تيخرج، الشباب بقاو يديروا في الديور. اللهم يجلسوا هنايا في هذا ولعبوا في لابلاج. في الجزر يستعدب المشي الهويني على رمال انسحب عنها الموج بعد أن ابتلت وأفسحت للمصطافين حيزا وللاعب الكرة مكانا يتعقبون فيه دحرجة الكرة بين الأقدام. الجو زوين الصراحة، جو رائع. البحر زوين بزاف، حيت هو أحسن وجهة كتبان لي في لي فاكونس. في شاطئ مارتيل تتوسط الشمس كبد السماء، غير أن زمجرة الريح تبعثر رغبة السباحة. موج المتوسط الهادئ يستحيل هديرا، فيفضل البعض حصة ممتعة للكرة الطائرة. نهار ثاني عيد اختاريت أنا وصحابي باش ندوزو نلعبو فولي في البحر، كانت أجواء زوينة صراحة. صراحة مزيان هنا، الأجواء سخانة والبحر طبعا الدبابي يعجبهم الحال ولعبوا فورملا وهذا الجو كيدو زوين. المطاعم فتحت أبوابها وأربابها يتحسسون جيوبهم ترقبا لفصل تنتعش فيه السياحة ويقبل الناس فيه على المطاعم والمقاهي وشواطئ المدينة. احنا كنا سادين في رمضان الحمد لله بما أن الجو مزيون كان لحد واحد الإقبال، وهذا ما كيخلق واحد نوع الحركية، ومرتين الحمد لله معروفة بالأجواء ديالها والنظافة ديالها. في مراكش تلتهب الحرارة قبل الأوان، ولا يفقد من ذلك جمال ولا شهرة الساحة، فلها عشاق في كل المواسم. كما كنعرفوا جو ديال مراكش يبقى جو فريد من نوعه. كاين السياحة داخلية، كاين الناس زوينين، الحركة سمار. وما يخفف وطأ الحر غابة وارفة الضلال، بسكورة حضن عشاق الطبيعة، استرخاء ونسائم عليلة، وطبق شهي عندما يعضك الجوع. اختارينا بأننا الغابة لأنه منتزه كبير فين يلعبوا الوليدات وياخذوا راحتهم. جينا الغابة حيت كان الجو واعر، كان صهد وما بغيناش نبقاو غير في الدار، جينا فطرنا هنايا وتغدينا حتى هنايا. لنتعقب آثار طبيعة في مملكة تطفح بالجمال، شلالات رأس الماء بيتازة، ماء زلال يعزف أنشودة تتغنى برضاء الربيع، فتجري المياه رقراقة في بطون الأودية لتنثر رذاذا على محي زوار يوثقون الجمال على شاشات هواتفهم. في أخبار الحوادث، ولليوم الثاني على التوالي تنتظر أسرة الشاب محسن أن يلفظ البحر جثته بعدما قدم يد المساعدة لأحد الغرقاء. الأخير تم إنقاذه لكن الشاب محسن لم يقوى على مواجهة الأمواج العاتية فلفظ أنفاسه الأخيرة. كاميرا الأولى انتقلت إلى شاطئ السعادة بالدار البيضاء حيث وقعت الحادثة، فكان الروبورتاج التالي لبوشيب عماري ومصطفى ودة. الصور هي من شاطئ السعادة التابع لمقاطعة عين سبعة الدار البيضاء، حيث لقي الشاب محسن البالغ من العمر 19 سنة مصرعه غرقا بعدما كان يقوم بتدريب رياضية على مستوى الشاطئ، ليتفاجأ بشاب آخر وهو في حالة غرق ويقوم بولوج البحر من أجل إنقاذه.
الهالك أنقذ الشاب الذي كان في حالة غرق، لكن الأقدار شاءت أن يفارق المنقذ الحياة، فيما خرج الشاب الآخر سالما. يا ربي تحمي وليدي، يا ربي أنا كنطلب من السلطات يجبدوا لي ولدي، هادشي اللي كنطلب. أنا بغيت عاد نجبدو وندفنو، نديرو المجهود باش يجبدوا لي ولدي. راه من البارح وليدي تحت البحر، من البارح وليدي تحت الماش. دخل باش يعتق هو يا الدري والدرية، دخل باش يعتق صافي، هما خرجوا عتقوهم وهو مسكين الدالمة. أنا ولد هاد المنطقة وتنعرف البحر مزيان وغطاس، عارف بأن البحر هنا خطير بزاف، ونصيحة ما يصيفطوش ولادهم، لأن تشوف هذا المنظر هذا راه تيقطع القلب. ما تمشي لك وليد وتتلقى مثلا الأم تتلقى عندها غير وليد وتمشي لها، راه الله يشوف محالهم وصافي. إلى حدود الساعة لا زالت عناصر الوقاية المدنية وبعض المتطوعين يسابقون الزمن من أجل انتشال جثة الشاب محسن الذي كان مصيره الموت غرقا، تاركا عائلته وجيرانه في حالة حزن عميق. دوليا، تثير الزيادة الكبيرة في درجات حرارة المحيطات قلق العلماء. هؤلاء يدعون إلى إجراء مزيد من الأبحاث في شأن التغيرات الجارية، ويخشون من أي أثر مدمر على المناخ وعلى الحياة البحرية. ووصلت درجة حرارة المحيطات التي تغطي 70% من مساحة الكوكب وتؤدي دورا رئيسيا في تنظيم المناخ العالمي إلى رقم قياسي جديد في شهر مارس الماضي، إذ فاق متوسطها 21 درجة مئوية على سطح المياه باستثناء المناطق القريبة من القطبين بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. أعلن رئيس بلدية مدينة أورينبرغ الروسية اليوم أن الفيضانات التاريخية التي تجتاح عدة مناطق في روسيا وكازاخستان منذ أيام تسببت بوضع حرج في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 500,000 نسمة، ما دفع السكان إلى إخلائها بشكل عاجل في مواجهة الخطر، حيث بلغ مستوى مياه نهر أورال 11.43 مترا حاليا، متخطيا بمترين العتبة التي تعتبرها السلطات حرجة ومواصلا الارتفاع على غرار أنهار أخرى محيطة. الآن إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي اليوم غارات على قطاع غزة خصوصا المناطق الوسطى، يحدث ذلك توازيا مع تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لنزع فتيل التصعيد الإقليمي. تطورات الوضع الميداني والإنساني بالشرق الأوسط مع حفيظ الهواري. شن الجيش الإسرائيلي غارات في الساعات الأولى من صباح اليوم على حي الدرج المزدحم بالسكان في مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 25 قتيلا، ونقل القتلى والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أو بالأحرى ما تبقى من مجمع الشفاء الذي دمر معظمه خلال عملية عسكرية إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال إنه شن هجوما على 60 هدفا على إرهابيين في مخيم أنصيرات استمر طوال الليل دون تقديم تفاصيل. وقد قتل 89 فلسطينيا خلال 24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أزيد من 33,600 قتيل، أغلبهم من المدنيين. وفي الضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين قرب مدينة طوباس بعد أن اقتحمتها في الساعات الأولى من صباح اليوم وانتشرت في عدد من أحيائها. دبلوماسيا، لا يزال الوسطاء الأمريكيون والقطريون والمصريون ينتظرون رد الفلسطينيين وإسرائيل على مقترح للتهدئة يهدف الوصول إلى هدنة وتبادل الأسرى. وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية للسماح بعودة النازحين إلى الشمال وزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة المهدد بالمجاعة. في الشأن العربي دائما، توقعت الأمم المتحدة اليوم أن تتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وقد تدفع ببعض المناطق إلى المجاعة، فيما قد تمتد حالة الطوارئ أيضا إلى دول إفريقية مجاورة. الناطق باسم منظمة الصحة العالمية أكد من جنيف أنه إذا لم يتوقف القتال وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة وقد تؤثر على المنطقة برمتها.
نواصل أخبارنا من مراكش التي احتضنت ندوة دولية حول التمثيلية الديمقراطية وتحدياتها. هذه الندوة نظمها كل من حزب الاستقلال والجمعية العمومية الأممية الديمقراطية الدولية لأحزاب الوسط، وقد شارك فيها خبراء وباحثون في الشأن السياسي. سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. انتصار الأحزاب السياسية على الشعبوية بشكل سياسي وديمقراطي أضحى تحديا كبيرا وإشكالية حقيقية مطروحة على الصعيد الدولي. اليوم تحدثنا حول عدد من المواضيع التي تشغل العالم، موضوع محاربة الإرهاب، الاتجار في المخدرات، الهجرة غير الشرعية، وإشكاليات أخرى عديدة تشهدها مناطق مختلفة من العالم. تحدثنا حول التطور الذي يشهده المغرب في مجالات عديدة على غرار الهيدروجين الأخضر، الميناء الأطلسي الجديد الذي يعد مشروعا مهما ورائدا وحيويا بالنسبة للنقل ومنظومة الاتصال. تحدثنا أيضا حول الطاقات المتجددة، فالمغرب يعد بلدا محوريا في شمال إفريقيا والقارة الإفريقية. في بلادنا تشق الديمقراطية المتجددة طريقها على أسس دستور عام 2011 بشكل يجعل منها تجربة فريدة من نوعها في منطقة مضطربة، الشيء الذي يكرس وضع المغرب كواحة أمن وسلام، تجربة أثبتت فيها الانتخابات قوة مؤسسات الدولة من جهة والوعي السياسي العميق للشعب المغربي من جهة أخرى من خلال تحسن مشاركة المواطنين في الانتخابات. فرصك هذيك لتقديم التجربة المغربية التي عرفت تطورا ملحوظا بعد دستور 2011، وكذلك التصور الذي أعطى جهة الملك في هذا الإطار في خطاب 9 مارس، وكذلك التدافع السياسي مع وضع الحزب الأول هو الذي يتم تعيين رئيس الحكومة منه، وهنالك كذلك التناوب السياسي الذي عرفناه في 2011 و2021. المشاركون وفي إطار تقديم مقترحات لتجاوز الإشكاليات المترتبة عن أزمة التمثيلية الديمقراطية، دعوا إلى ضرورة التفكير والتوجيه الاستراتيجي واعتماد رؤية مستقبلية طويلة المدى للأحزاب السياسية لمواجهة الشعبوية والسلطوية في العالم والخروج به من دائرة الديمقراطية المعقدة. سحر الطبيعة بلؤلؤة الجنوب الداخلة يستقطب عشاق الرياضات البحرية بأنواعها، يأتون إليها من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بجمال الصحراء والبحر. بكر دليمي ومحمد الدس. يعتبر خليج وادي الذهب موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية بالغة، ويعد هذا الخليج الذي تبلغ مساحته 40 كيلومتر وعرضه 13 كيلومتر الذي تفصله عن المحيط الأطلسي شبه جزيرة الداخلة، يعد غنيا بالحياة والنباتات والأسماك والطيور. تسلم خليج وادي الذهب أحد أبرز المواقع الطبيعية والسياحية لجهة الداخل وادي الذهب شهادة عضوية النادي الدولي لأجمل خلجان العالم منذ سنتين، وهو الآن في صدد استضافة المؤتمر السنوي لهذه المنظمة. حظينا باستقبال حار هنا من طرف المسؤولين المحليين، ونحن معجبون بجمال الطبيعة. الدخل اليوم عاصمة عالمية للكيتسيرف، هنا يبذل مجهود جبار للحفاظ على البيئة وتثمينها، وبذلك فهي نموذج نقدمه للعالم مما يمكنها من استضافة المؤتمر الدولي لأجمل خلجان العالم ما تم نوفمبر المقبل. هذه منظمة اللي تهتم واللي فيها 44 خليج في العالم واللي تضم 25 دولة. مؤتمرها الأخير كان في كوريا الجنوبية، والمؤتمر المقبل إن شاء الله هو مؤتمر 18 للمنظمة سيكون في الداخلة. خليج وادي الذهب أجمل الخلجان في العالم، ومكان يتردد عليه 10,000 من الزوار كل سنة، ويتميز بصفاء مياهه وبانتشار الطيور النادرة، حيث تم تصنيفه منذ سنوات موقعا محميا ضمن اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة الذي انضم أيضا إلى منطقة أجمل خلجان العالم. فرصة
لتبادل الخبرات بين الـ 44 خليج من مختلف القارات. إذن مناسبة أيضا لحضور أكثر من 100 مشارك من هذه البلدان المختلفة للتحدث عن التحديات المناخية، التحديات التي تهم المناطق القريبة من البحر وبالخصوص الخلجان. ساعد تحول الداخلة في السنوات الأخيرة إلى مركز عالمي لعشاق الرياضات المائية إلى استقطاب عدد كبير من الرياضيين والسياح، وهو ما جعل الداخلة تحتل مركزا عالميا في أجمل المواقع السياحية بالعالم بفضل خليجها والرياح شبه الدائمة ودرجات الحرارة، ما جعل هذا الخليج من أجمل خلجان العالم. ونختم النشرة من العيون، حيث تعرف الساحات والفضاءات والحدائق العمومية إقبالا غير مسبوق خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وهي فرصة للتنزه والاستمتاع بسحر جمال المدينة. لنتابع. بهذه الصور من حاضرة أقاليمنا الجنوبية العزيزة مدينة العيون، ننهي النشرة تذكير بأبرز محطات الخبر لهذا المساء. البرلمان بمجلسيه يفتتح الدورة الرابعية من السنة التشريعية الحالية، وخلال الافتتاح عادة انتخاب رشيد طلبي العلمي رئيسا للمجلس لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية، دورة برهانة متعددة تعزز الدور التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية. موجة حر مصحوبة برياح قوية تشهدها عدد من مناطق المملكة، الشواطئ كما الفضاءات الخضراء ملذات طبيعية للهروب من حرارة غير موسمية. خليج الداخلة سحر الطبيعة الذي لا يقاوم بلؤلؤة الجنوب، يستقطب سنويا الآلاف من عشاق الرياضات البحرية بأنواعها راغبين في استكشاف والاستمتاع بجمال الصحراء والبحر. طاقم النشر يشكر بقاءكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.